أفادت وسائل إعلام كاميرونية أن رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي صرح بأن كأس ستقام في الكاميرون بداية العام داحظا كل الأخبار التي أعلنت تأجيل مساهمتها. وقال موتسيبي أنه سيكون موجودا في الكاميرون بدءا من 7 يناير المقبل رفقة عائلته قبل يومين من بداية المنافسات. وأضاف أن المسابقة هي للكاميرونيين وللأفارقة، مؤكدا أن الوعود قوية لتفادي جميع المشاكل.